ايه مصلحتك في انك تخبي خالتك؟ طب مصلحتي انا عارفها، انما انت ليه؟ مصلحة شريكي مصلحتي ولا ايه يا طايد؟ اه طبعا، امال ايه؟ احنا حتى في ارضك. مركز في كلامي يا واد حاكم، انا ما بقولش كلمة غير وانا قصدها. انا ما فهمش انا كيف سبت لك اخر كارت عندي في حجرك، ما هو اللي بيحرصها من عندك. بس انا قلت برضك مستحيل تخونوني او تضايقوني عشان ما مشيكمش من ارضي، خصوصا ان ما فيش حد طايق وجودكم فيها غيري. بس هتعملوا ايه لما تمشوا؟ هترجعوا ارض وفران؟ مش هينفع. عشان كده انا سبتها وانا مطمن، وجيت عشان اعيد الجمله دي بس اللي الواد مركز فيها، انتم في ارضي. ما توقف عدل يا واد، مالك واقف في المره اللي متحكز على جوزها كده؟ انت قريب دهب ولا ايه؟ ايوه شد الجلابيه وتنفس كمان، خد نفسك كمان يا واد. كلامك وحسبتك صح، بس خليك عارف حاجه، احنا وجودنا هنا ليك اكتر ما هو عليك. حبنا يا عساف تملكنا، خلينا خوات وظهرنا في ظهر بعض. كيفك يا عساف بيه؟ بخير يا سالم، منور ارضي، قصدي ارضك.
تخافش، اخدك انت امك الاول بعدين هقتلك يا حمزه. جاهزنا لاكلك يا عساف. تكشف حاجه يا واد عمي قبل ما تقابله؟ نفسي يكون غفر لي عشان هكون قتلتك يا غفران. امي بيدك ترجع، ما بتقاومش. جليلة مرتي حمزة مرتي حيبقى يتيمك وحتبقى ارملتك. مش هيحصل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.